سبحانه وتعالى عالم اننا بشر واننا ممكن نتصدم واننا ممكن نزعل وانه الابتلاءات موجودة في حياتنا. مفيش شخص في الدنيا على وجه الارض مش مبتلى، ولكن الصبر يكون ازاي عند الصدمة الاولى؟ معناه ايه؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي الصلاة والسلام. وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الصبر عند الصدمة الأولى والأدب مع الله عز وجل يكمنان في كلمة، ألا وهي الرضا. الرضا بالله والرضا عن الله والرضا لله والرضا مع الله. ونعم بالله. من هنا نتعلم الأدب مع الله. الرضا بالله اسما وصفة، أنا راضي بالله تبارك وتعالى بأسماء الجلال، زي العظيم، زي الخبير القوي القوي، وأسماء الجمال الرحمن الرحيم التواب الرزاق، وبصفات الله تبارك وتعالى، ده اسمه الرضا بالله. والرضا عن الله، قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا عن الله يكمن في الرضا بالقضاء والقدر واليقين، مفتاح مهم جدا طبعا، بأن اختيار الله لنا هو الأفضل، أعظم من اختيارنا. طبعا طبعا. ليه؟ لأن رب الخير لا لا يأتي يأتي إلا إلا بالخير. بالخير، وبيده الخير، أيا كان، أخذ هو الخير، أعطى هو الخير، فتح هو الخير، أغلق هو الخير، مات الأب هو الخير، عاش الأب هو الخير، نزع الملك هو الخير، أعطى الملك هو الخير، أعز هو الخير، أذل هو الخير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولا يريد عذابنا، إنما يريد أن يعلمنا. فبعض الناس لا تتعلم إلا بالتألم، احفظيها مني. بعض الناس ترجع لربنا سبحانه وتعالى، التعلم بالتألم. ممكن أقول لك حاجة تاني؟ قول. واحفظيها كويس ولكل المشاهدين. من الناس من تتعلم بالإشارة، ومن الناس من لا تتعلم إلا بالخسارة. يعني ربنا يديك إنذار فتتعلم وترجع، طبعا. أو يديك إنذار وتعمل نفسك مش واخد قال بالك. الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. تتألم وماله، لكن مش معترض. فالتألم لا ينافي الرضا يا لم يأهاني. زي بالضبط المريض المتألم من الحقن اللي بياخدها لكنه راضي بها لأنه يطلب من ربنا الشفاء. زي المريض اللي بيدخل إلى غرفة العمليات يعلم أنه سيتألم لكنه راضي. تقصد حضرتك إن 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 الألم يكون داخلي، لكن ما يبقاش فيه بعض العبارات والكلمات اللي تدل على سخط البني آدم على قضاء ربنا وقدره. بتضحك على إيه؟ أصل عجبني الكلام ده، الله ينور عليك. صحيح؟ صح جدا، برافو عليك، انت قسمتي تقسيمه جميله. تألم نفسي لانك انسان وربنا بيقدر ألمك وتصالح مع ألمك وتصالح مع وجعك، لكن هذا الألم لا يترجم الى لفظ ولا فعل لا يرضي الله عز وجل. هايل كده، خلصنا. لانه بعض الناس ممكن يقول ايه، طب انا موجوع، هل ده اعتراف عليا كده في حرام، او عليا ذنب في ان انا موجوع او الله متألم؟ ينور عليك، هو ده الصح. لا، وماله؟ طب ما هو الوجع ده بشر، ما انت بشر وربنا سبحانه وتعالى عالم بينا. الله ينور على سعادتك. فيبقى احنا المفتاح ايه في الادب مع الله؟ الرضا. الرضا بالله باركانه الاربعه، الرضا بالله والرضا عن الله قضاء وقدرا، يعطي انا راضي، ياخذ انا راضي. المفتاح اليقين بان اختيار الله لنا هو اعظم من اختيارنا. طب عايز دليل؟ ادله كتير. ما حدث مع سيدنا موسى والخضر، طبعا
الظاهر ايه يا استاذه لمياء؟ شر، ولكن الباطن كله خير. الظاهر ظلم ولكن الباطن كله عدل. ما حدث مع سيدنا يوسف وطريق المنحنيات، هي الدنيا كده، طريق ايه؟ منحنيات، ثلاثة فوق اتنين تحت. فوق اب بيحب ابنه، تحت غلام مرمي في البير، فوق شاب بيربى في بيت العزيز معزز مكرم، تحت مرمي في السجن ظلما وعدوانا، فوق عزيز مصر. ما بتمشيش كلها على وتيرة واحدة، هي الدنيا كده طبعا. فين طريق منحنيات؟ الدنيا زي نقطة الرسم البياني، نقطة تحت ونقطة فوق، نقطة تحت ونقطة فوق، ومع كل تيقن أن الله لا يريد بك إلا الخير، واللي ظهر الشر قد يكون هو الخير.